يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله هذه العبارة وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، فمن الذي تجب عليه الضيافة؟ المضيف، تجب على المضيف المنزول به، المنزول به إذا لم يبذل الضيافة فهو حق له، يطلبه منه، ولا يعد هذا من السؤال المذموم، أنه يطلب حقا له. نعم.